ان شاء الله ان شاء الله. استغلال المعلومات حصلت عليها عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة ولاية الشرطة القضائية بأمن ولاية شلف تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المرجان الأحمر الخام الغير مصنع بطريقة غير قانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات، حيث مكنت العملية من توقيف أحد المشتبه فيهم ويبلغ من العمر 42 سنة وضبط بحوزته كمية من مادة المرجان الخام الأحمر وتقدر ب 3.6 كيلوغرام. وبعد استيفاء ملف إجراءات جزائية عن قضية الحال أحيل المشتبه فيه أمام الجهة القضائية بتنس.